السلام عليكم متابعي قناتنا بونا المعلوماتية، سعيد بعودة إليكم من جديد إخواني الأكارم والأعزاء. أمامكم اليوم كيفية استرجاع لعبة بيواز 2020 من جهاز الكمبيوتر بعد الفرماطة، والآن سوف نعود إلى اللعبة بعد فرماطة جهاز الكمبيوتر. أمامكم كما ترون ندخل إلى برنامج ستيم، ثم نذهب إلى هذا الباك اب كما راكم تشوفوا فيها كامل خاوتي، نديروا نكست ونختاروا هذا سيلكسيوني ونزيد نديروا نكست تظهر معنا لا كاباسيتي تاع اللعبه، نديروا نكست من جديد. وهنا تعطيكم وين تحطوا البراوز، كيما نقول ندير ندخل البراوز وتعطينا وين نحطوا اللعبه تاعنا، راكم فاهميني كامل لحد الان. شغل نحطوا نديروا نكريو دوسي ونكتبوه بالاسم مثلا باك اب بي او اس 2020، ولا كل واحد كيفاه يكتبو خاو، تختاروا لي بارتيسيون تاعكم كيما نعرفوهم كامل، نديروا نوفو فولدر نوفو دوسي مجلد جديد ونكتبو نديروا رونومي كيما تشوفوا معايا، نديروا سيلكت. امامكم الان هاود امامكم الدوسي اللي كريناه خاوتي، وامامكم درنا له الباك اب كامل مع بعضنا كيما راكم تشوفوا، مش حاجه يعني راها صعيبه. الان ننتقلوا الى جهاز الكمبيوتر الاخر اللي مفرماطي بفرماطه جديد ونجربوا تكمله الفيديو مع بعضنا. اتمنى قد ان نكون قد افدتكم. الان نكملوا مع بعضنا بعد ما وصلنا الجهاز الكمبيوتر بعد الفرماطة، ندخل امامكم جينا تثبيت اللعبة امامكم عادي خلاص، يعني كشغل راح ثبتها من جديد هنا حوالي 28 جيجا خاوتي بهذه الطريقة بصح، تلقاو اللعبة مام با 1 جيجا تيليشارجيوها امامكم. تخيلوا ثانية ومن بعديك هنا نروحوا نبحثوا وين حطينا المرة اللي فاتت الباك اب تاعنا، الدوسي اللي كريناها مع بعضنا في الاول كما شفتوها في اول فيديو، تابعوا الفيديو الاخر بواحد ما يتروى. امامكم اخواتي الملفات كاملة ظهرت امامنا. الان نهبط ونشوف مع بعضنا كامل. سيليكسيونيو لا دوسي تاعنا اللي نخدمو فيه ونديرو سويفون، وهنا زد سيليكسيوني صح البلاصه تاع بروفان لازم، وهنا دوك جينا عادي هاي نكست نكست عادي، وهنا نديرو انستالي ولا تثبيت. كل واحد تظهر له، كاين ندير ويندوز تاع باللغه العربيه، كاين باللونجلي، وكاين بالفرنسي، وكاين هذوك تاع لغات اخرى. ورجعت لكم اصدقائي بعد ما شفنا الفيديو، الان راح نتكلم اكثر على هذا التطبيق. اول شيء التطبيق عباره عن خطا فقط من اليوتيوب كان شغال. هاد لا شونسون با ما تخلقوش لخاوتي تاع لاي 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 كيما فاكم. دروك شوفوا امامكم جاتنا ماتر اجور، يعني ميزاجور جديدة هاك في اللعبة كاملة، طلعت الحتة هاديك مغمى كبيرة تاع 28 جيجا كامل، تبقى يمكن يا ربي حوالي 1 جيجا طلعوها برك وخلاص. دروك امامكم او قاعد يطلع التحديث الجديد، يعني انا حكمني نصف ساعة، انتم لا عندكم انترنت مليحة قادر اقل من نصف ساعة، يعني 1 جيجا خاوتي مش يعني حاجة كبيرة، وتكون اللعبة كاملة وجربتها وامامكم بربي ان شاء الله. درك ندعمكم نستنى في الدعم تاعكم، درك راح ندير لكم ليك دو ماستر ازيرو كيف شغل في البروفان الحقيقية. درك ليك دو ماستر خاوتي هذه مش كما الاخرى اللي كانت كذبت الاكس بوكس باتشي، هذه الحقيقية راني قاعد نلعب في عام 2020 بفريق السيتي، وراح نعاود الكونترا معاهم ونبدا لكم ديريكتومون ليك دو ماستر من جديد. حاولوا تكونوا في الموعد وتفعلوا الجرس كامل وتابوني، وباه يلحقكم خاوتي كل جديد خاص بلعبه البي او اس 2020.
راح ندير لكم سلسله جميله جدا في بريوس 20، وراح نكملوا بربي ان شاء الله في سلاسل اخرى في بريوس 2021 2022 ربيعيا. المهم انتم ما تقلقوش، كملوا تبعوا ديما الفيديو للاخر باه تفهموا. ما كاينين ناس بزاف في لي باش قبل 360 اكس بوكس يقول لي انت، وكاين حتى اللي يطيح ويسب واحد يقولوا لي انت ما اعطيتينا حاجه كذب. ديسونسيال شفتوا هذوك لي كومونتير تاع السبانه، ما يقبلهمش الفيديو، ما اليوتيوب ما يقبلهمش. تسمى ما تكسرش راسك تسبني، خاطر شي واحد ما راح يشوفك، تشوفها غير انت ونابرك، وربي يهديك. نقولوا تسمى كل انسان يشتم في نص الانترنت، خاطر يكون يقابلني وما يقدرش يشتمني كما راه قاعد يشتمك. اما من هنا الان في هذا السيتين قاعد تظهرت معنا باللي راهي كملت هنا، تشوفوا فيها خاوتي برو فا لايت. تبعوني مليح واش راح ندير هنا، هاك تشوفوا في هذا السبيسيفي تاعها شغل اوكي موفاز. هنا تختاروا المانا تاعكم واحد التحكم، دوك تجينا بلاي عادي ما كان فيها حتى يعني اشكال. هنا تصبري واحد ستاتيب كيحكي لنا على بيوز 20 هكا، اسكو لي ميساج جدد اللي يدخلوا كاينين تانا لي باك اب هذوك الباك لي باك اللي يدخلوا كل اسبوع ولا كل سمانتين راح ننزلهم لكم تانا ايضا فيهم. درك حنا رانا في النسخه 8.01 ولا 8.08 سونسيال. تابعوني برك في لاباج فيسبوك بونا المعلوماتيه، في الانستغرام بونا المعلوماتيه، وعلى اليوتيوب بونا المعلوماتيه. امامكم اللعبه الان ظهرت معنا شغاله بدون مشاكل، ولكن نسخه لايت التي نحملها اول مره. من كثرة ما نسيت لاكام خاوتي ولفت بلا فيديو سامحوني برك. امامكم الان دوك نشوف مع بعضنا لهاد البي او اس دخلت معنا. الحاجه المليحه فيها انها اونلاين، هاي امامكم هنا هكا بيوز فوتبال فوتبال بيوز 2020 ولايت، لكنها تشتغل اونلاين تلعب مع اي واحد في العالم هذايا كامل. ودركا حنا راح نحملوا لها واحد الملفات نقلبوها لعبه كامله، يعني ما كلها تكسروا لسانكم خلاص كلش بسهوله بربي ان شاء الله منا ورايح. صارت لنا مشكله مع الاكس بوكس 360 في لي باتش تاعو، سامحوني اعذروني والله، يعني كل يوم راني معاه، كل يوم نمد من الوقت 10 دقائق نشوف معاها ديريكت وماك شغل نقول بالك تصح لي ولا. الان مروا نهزوا الباتش هذا خاطر تلقاوه بربي ان شاء الله اسفل الفيديو، هذا تسمى لي تكمله اللعبه كامله، تولي بي او اس بكل فرق وبكل اتقمه جديده وكل لانسيني كما قلنا الفرق هذيك ايقونه تاعهم كلش شغال 2020 وكلش محدث. هنا نروحوا لستيم ونستار ثبتنا اللعبه في ستيم، بعديك كومون ومن بعديك نظهر تخرج لنا اسمها بي او اس 2020 نكوليوها تم ننسخوا ومن بعديك نلصقوا. من هنا كي نلصقوا الملفات هذون تظهر لي الباك الاخر تاعو بعد لعبه اونلاين وزيد نسخه كامله، يعني ما تكسرش راسك تروح تشريها بمليون ولا مليون و200 مع بونا المعلوماتيه بربي ان شاء الله تلعب دائما مجانا. الان راح تظهر معنا اللعبه بالنسخه دوك تتنحى لكم امامكم اللايت هذيك دوك تروح وتظهر لعبه بي او اس 2020 كامله. هاي امامكم الان اللعبه بي او اس 2020 عادي ما فيها حتى اشكال، ما كانش لايت هذيك راحت، هذا هنا فرنسي وكاين واحد الملفات لغه عربيه. الناس اللي كانت عندها النسخه القديمه بعد راك تلقاهم خاوتي في النسخه القديمه اسمهم ار معناها عرب في الملف تاع الداتا، تهزوهم كوبي كولي تظهر تخرج لكم في لا لونغ، تروحوا تحولوها عادي تقلبوها معلق عربي فهد العتيبي وتلقى تقلبوا هذاك تاعنا لي بارامتر كامل بلغه عربيه، ما كان فيها حتى اشكال، يعني كلش سهل، يعني كون تبعوا برك تحطوا لسانكم راكم توصلوا للهدف اللي حابينه. انتم
امام الان راح نكوبيو اللي قبل الباك الاخر تاع 8.0 اللي قلت لكم عليه. ثم هو كل مره يوقع تحديث تلقاوه بربي ان شاء الله في صفحه بنى المعلوماتيه، ولا تكونتاكتيوني تما نقدر نساعدكم خاوتي، نعطيكم روابط التحميل. واللي ما يعرفش يحمل تانا يجيني يقول لي ما كانش فيها يعني كيما نقول مشكل ولا حاجه، نعلموكم عادي كلنا بدينا جدد. اللي ما يعرفش يحمل من مواقع تاعي ما يجيش يشتم ديريكت ما يقول لي المواقع ما تمشيش. خاوتي المواقع كلها تمشي، انتم اللي ما تعرفوش تحملوا اروح نساعدكم، ما عندي حتى اشكال انا. هنا الان راح نكوبي السوف جارد تاعنا باه تظهر لنا، تظهر معنا اللعبه كامله باللي باتش الاخر. تروحوا لهذيك الكونامي اللي في الدوكيمون اللي فيها ملف السايف واللي في شيء تاع الايديات واحد، تكوبيوها من السيستم القديم وتكوليوها في السيستم الجديد. هذا مكان سهل اخلاه. المهم انتم تابعوا الفيديو للاخر ما تخلقوش خلاص، استغفر مولاك، سبح، دير راي حاجه في الفايده تاعك، ما تقلقش روحك خلاص، تقول انا يا الفيديو نفوت نفوت، خطر قادر تفوت جزء ثانيه، قادر تحصل وتقول لي هذه هي الفايده في الجزء هذاك اللي فوتيه. انا مانيش كيما نقولوا طبعا فيك تربح، نربح مشاهده بالدقائق فيك، انك تهز المعلومه صحيحه من عندي وتدعيولنا بالخير ان شاء الله خاوتي. وخلاص هذا واش نطلب منك، خاطرش حنا في الجزائر من الله غالب اليوتيوب في التقنيه والمعلوماتيه وخاصين بالتكنولوجيا كامل، رانا مش قاعدين يعطيوهم كيما جماعه الاخرى تاع الغناء واحد، يعني نعاونوا في روحنا بروحنا ونعاونوا في الشعب بالشيء اللي نقدروا معانا وفضل. ها نزيد نجربها من جديد دركا، امامكم اللعبه شغاله 100%. هاي امامكم خاوتي، ها تشوفوا لتحت الان بوان ويت ولا ويت بوان ان ما بانتليش مليح، خاطر درك راني في المونتاج ديريكت هما عليها بان لي شويه، راني قاعد نخدم بصوت واحد ولا فيديو واحد. تما بان نعطيكم شغل كيف طريقه تسجيل لي فيديو، واللي ما يعرفش يسجل خاوتي ارواحوا لي تانا في صفحه البنى المعلوماتيه. انا كي تجوني هيك في لي كومونتير، عندي بزاف لي كومونتير مانيش كيف نرجع لكم كامل حتى نوصلوا، قادر ماكسيموم اسبوع نكون رجعت لكم كل التعليقات. درك راني بالترتيب قاعد نرجع للناس، با واحد ما يدي له حقه، واحد ما يقول راكم قاعدين تتقلشوا علينا ولا حاجه، راني نرجع لي ميساج للناس كامل، كل واحد يجي وقته خاوتي، ما سامحونا وخلاص. ضغط في العمل و المهم خاوتي امامكم اللعبه راهي شغاله كما راكم تشوفوا. وبهذا نكون قد وصلنا نهايه الفيديو، استسمحوني بالله واعذروني لاني طولت عليكم في هذا الفيديو. وش راح نقول لكم، نطلب منكم خاوتي اخر طلب، لايك لهذا الفيديو اختراك شراني تعبت عليها وراي الفيديو شغاله 100%، ما يقوليش واحد مش شغاله، فعلوا الجرس ابونيو وعلقوا لنا بكلمات مليحه من عندكم ان شاء الله. وش راح نقول لكم خاوتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى.